من أين لليمنيين قائد كديجول؟ يتساءل الكاتب أحمد الزرقة في مقاله المنشور في موقع الموقع بوست، ويقول في جزء من مقاله: لم يكتفي الجنرال الفرنسي ديغول بالبقاء في العاصمة البريطانية منتظرا من الحلفاء القيام بهزيمة ألمانيا وتحرير فرنسا، بل شرع على الفور باستغلال كل الإمكانيات المتاحة، وبدأ في منتصف يونيو 1940، أي بعد يوم من إعلان حكومة المنفى، بتوجيه نداء لكل الفرنسيين عبر إذاعة البي بي سي للالتحاق بالمقاومة. وكان أبرز ما قاله: إن كل العوامل التي تسببت بهزيمتنا سوف تجلب لنا النصر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنطفئ جذوة المقاومة الفرنسية. شرع ديجول في تجميع المتطوعين، وفي غضون أسابيع تكونت نواة لجيش فرنسا الحرة الذي كان جلهم من أفراد ضباط الجيش الفرنسي والجرحى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات البريطانية. وبعد ما يقارب شهرين حدث تحول كبير حين قررت مستعمرة فرنسا في أفريقيا الاستوائية دعم منظمة فرنسا الحرة. وبعد مدة قصيرة وفي عملية خاطفة لدول الحلفاء تمكنت من تحرير أجزاء من جنوب فرنسا، وهو ما جعل تلك الحكومة تعود لممارسة عملها من الداخل. ونجحت حكومة ديغول في إدارة المقاومة المسلحة داخل فرنسا، فتحولت بالفعل من مجرد حكومة في المنفى إلى شريك أساسي في التحالف الذي قاد الحرب العالمية الثانية ضد ألمانيا، والذي ضم بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بعد أكثر من 70 عاما تتكرر القصة، لكن هذه المرة في جنوب الجزيرة العربية، في البلد الفقير المنكوب بلعنة الجغرافيا، بلد 60 مليون قطعة سلاح وملايين الأفواه الجائعة، اليمن. في هذه القصة كان القاتل المتربص محليا قادما من أقصى الشمال بدعم من إيران وبرغبة الانتقام التي غذاها الرئيس المخلوع يحمل اسم ميليشيا الحوثي التي قامت بالتهام الدولة. فهرب الرئيس وحكومته إلى المنفى كما فعل ديغول، وعلى خلاف الأخير وكل ما بذله من جهود ليحظى باعتراف العالم ودعمه، فقد حظي هادي بدعم أغلب دول العالم باعتباره الرئيس الشرعي المنتخب للبلاد، فلم يكن هادي بحاجة ليقاتل كما فعل ديغول. ودعما لهادي وشرعيته واستعادة الدولة كما أعلن ولو ظاهريا أطلقت عملية عسكرية كبرى. ورغم أن العملية نجحت باستعادة العاصمة المؤقتة للبلاد، إلا أن هادي لم يعد إليها ليكمل معركة استعادة الدولة، وهو يقف ثابتا على أراضيها مستمدا القوة منها كما لو كان سيفعل ديغول.